الغربال، وهل جزاء الاحترام غير الاحترام؟ فاكرين حضراتكم لما الوداد البيضاوي المغربي ابدى رغبه للكاف بتاجيل مباراته مع الاهلي، والكاف فكر ايضا في تاجيل مباراه الرجاء والزمالك ثم مباراه الكونفدراليه، وعملوا فيديو كونفرنس بين اطراف الانديه كلها. النادي الاهلي وقتها وكان يستطيع ان هو يستغل الظرف الطارئ الصعب اللي الوداد بيمر بيه. كان الاخوه في المغرب عندهم مشاكل كتيره في انتشار فيروس كورونا، في عدد كبير من اللاعبين مصاب ومبعد عن المشاركات، لكن وقتها النادي الاهلي انحاز للمصلحه الانسانيه وصوت مع الاشقاء في المغرب على وجوب تاجيل هذه المباريات. البعض انتقد موقف الاهلي ساعتها، لكن كان موقف إدارة النادي الأهلي واضح وصريح، والكابتن حتى محمود الخطيب علق على ده إن احنا لا مش هنفضل نقول إن احنا أشقاء، ولما تيجي اللحظة المهمة جدا ألاقيني بستغل الظرف الصعب اللي عندك. هو دي حتى يعني أشقاء وكل حاجة، ولو مش أشقاء طب استغلال موقف عشان يديني ميزة، ها ده موقف إنساني. أنا مش مش هو مش بيأجل عشان عنده إصابات وأنا عندي إصابات ونشوف إصاباته أكتر فنطل، لا ده موقف إنساني مرض يجتاح العالم. لا، لما يكون في ظاهرة معينة واقتضت الضرورة، يعني مع يعني مع مع الفارق ولكن المعنى واحد. لما وقعت طيارة بتاعت مانشستر يونايتد أو أظن تنزانيا في زامبيا، أنا لو أنا نادي والطلب مني أجل الماتش لازم أوافق. محمد رشوان ضرب المثل التاريخي يعني وهو بيواجه بطل اليابان. طب ما رشوان لو كان خد الميدالية كان العالم نسيه. لكن النهارده خد ميدالية الإنسانية. كل ما تيجي مناسبة يتشاور عليه في الروح الرياضية. هذا هو رشوان. من أجل هذه المواقف طول عمره واليابانيين أحبوه واحترموه. لا بالنسبة لهم أيقونة. وتزوج يابانية ولا زال علاقته وطيدة بيه. إذا ده المعنى. وهل جزاء الاحترام الا الاحترام؟ عشان كده هذا الجزاء ملموس دلوقتي جدا في الدار البيضاء. بعثه النادي الاهلي تلقى من الحفاوه والاحترام والتقدير، اللي هي فعلا بتتكلم على انه التسهيلات المتاحه، العلاقه الطيبه جدا، الترحيب الشديد، ذل لكل حاجه. حتى كان ممكن انت بتتكلم على مباراه في السيمي فاينل الافريقي، ومع هذا رئيس نادي الوداد حريص على انه يعزم البعثه في منزله. الكابتن خطيب يعني طبعا قال له اللعيبه والجهاز مش هيقدروا، فربما الاداره او القياده الاداريه للبعثه طبعا مدحت تلبي الدعوه لرئيس نادي الوداد الشقيق اللي الحقيقه بيستقبله كابتن خطيب والاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره والدكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه المرافق للبعثه نظرا للظرف الصحي اللي بيحيط المباراه بفعل كورونا، باهتمام وترحاب شديد جدا. هو ده الاحترام، وهو ده مردود الاحترام من المحترمين على ناس قدمت الاحترام بدايتها. نتمنى انه هذا السلوك يسود بين كل المشاركات